أكيد السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي قد وعد ووصل إلى ما حققته الحكومة العراقية في هذا المجال، وهو أن الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي قد سار بنقاطه الأساسية نحو انسحاب القوات القتالية والانتقال بالعلاقات العراقية الأمريكية نحو العودة إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل وفي عام 2014، وبالتالي العودة في إطار مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي صوت عليها البرلمان العراقي. وبالتالي نحن ملتزمون بالقرارات أو القرار الذي صدر من البرلمان العراقي بعدم وجود قوات أجنبية قتالية في الأراضي العراقية، وكذلك بالمقابل الحوار الاستراتيجي الذي أشار فيه أنه هنالك حوارات جانبية قادتها قيادة العمليات المشتركة وكذلك الجانب الأمريكي من أجل إجلاء القوات القتالية بصورة تامة جدا، وهو ما حصل خلال الاجتماعين اللذان حصلا في العاصمة بغداد في مقر قيادة العمليات المشتركة، واجتماع كان في الولايات المتحدة الأمريكية عندما زار السيد رئيس الوزراء والوفد العراقي الممثل من مستشار الأمن القومي ونائب قيادة العمليات المشتركة، وكذلك ممثلي الوزارات الأمنية والعسكرية وكذلك السيد وزير الخارجية. وبالتالي نحن ملتزمون بأن يكون في نهاية هذا العام عدم وجود قوات قتالية، ولكن تبقى هنالك بعثات تدريبية لتدريب القوات العراقية وبناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخبارية، وكذلك بالمقابل الاستمرار في الحرب على فلول التنظيم الإرهابي داعش. نحتاج في بعض الأحيان إلى تبادل معلومات استخبارية سواء على الحدود العراقية السورية أو كذلك إيقاف تمويل أو حركة لفلول التنظيم الإرهابي من قيادات هربت خارج العراق، وما حصل من إنجازات كبيرة حققها جهاز المخابرات الوطني من خلال عنكبوت التنظيم الإرهابي الذي حصلنا عليه والذي الآن يجري التحقيق معه من قبل جهاز المخابرات الوطني حول أموال التنظيم الإرهابي داعش، والتي سرق أموال كبيرة من الأراضي العراقية، إن كانت أموال سائلة يعني أو أموال مباشرة يعني كاش ماني أو أموال سائلة قد تكون نفط وآثار وغيرها. وكذلك بالمقابل هنالك المسار الآخر، وهو قدرة القوات المسلحة العراقية ضمن برنامج إصلاح القطاع الأمني الذي أشرف عليه السيد رئيس وزراء خلال 15 شهرا الماضية، وهو أعطانا صورة. في الأمس كانت هنالك صورة حضارية لقواتنا الأمنية في التزامها بتوفير كل المقومات الأمنية الناجية لحماية المتظاهرين واستمرار الحياة، وكذلك محاربة التنظيم الإرهابي داعش، وكذلك تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على السيادة الوطنية. طيب فيما يخص المعسكرات اليوم، أغلب المعسكرات يعني سلمت من قبل القوات الأمريكية، لكن هنالك ما يتبقى أيضا من قوات قتالية أو معسكرات أخرى متبقية في غضون 40 يوم المقبلة. هل ستكتمل هذه المعسكرات، ستسلم في غضون هذه الفترة المتبقية؟ يعني لا وجود أولا لمعسكرات أمريكية هنا في العراق، ولا وجود لمعسكرات للتحالف الدولي هنا في العراق، وإنما هنالك مراكز تنسيق ضمن المعسكرات العراقية التي تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة التي هي تدار من خلالها القوات المسلحة العراقية. وبالتالي المراكز التنسيق الأمني هي بقيت الآن في إطار عملية الانتقال إلى بعثة غير قتالية، وكذلك بالمقابل القوات القتالية سوف لن تكون موجودة في نهاية هذا العام. وبالتالي الانتفاء الحاجة، ونحن فلنكن واقعين في هذا الموضوع، قواتنا العسكرية العراقية قد هي حررت الأرض منذ لحظة سقوط الموصل ولغاية الآن، ولكن كان هنالك دعم مشكورين على دول التحالف الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي شاركت معنا في الحرب على داعش وزودتنا بمعلومات استخبارية وكذلك تجهيزات خاصة ببناء قدرات القوات المسلحة وتدريب واستشارة، وكذلك في بعض الأحيان استخدمنا كثيرا الطائرات للتحالف الدولي في ضرب الأهداف الذكية أو الأهداف التي تحتاج إلى ضربات ذكية كونها تكون تحت الأرض وفي بيئة صعبة جدا كالكهوف وغيرها والأوكار الخاصة أو التي ارتمى بها التنظيم الإرهابي داعش. طيب دكتور، هنا ماذا بشأن التزام الطرفين وخاصة التعاون بالمعلومات السرية مثلا التي تكون على مستوى عالي بين العراق والقوات الأجنبية؟ هل سيستمر هذا التعاون بين الطرفين بالتزام شديد، وخاصة هنا نتحدث عن ضربات الجوية في القادم؟ أكيد هنالك التزام كبير في هذا الموضوع، وأي قوة جوية تريد أن تعمل لمواجهة الإرهاب في العالم في ما يخص الفضاء العراقي تعمل من خلال قيادة العمليات المشتركة، ولا تتحرك إلا من خلال أوامر قيادة العمليات المشتركة. وبالتالي قيادة العمليات المشتركة عندما تجد هنالك حاجة في استخدام طائرات التحالف الدولي لضرب أهداف عالية الثمن
وفيها أهداف قد تنهي أو تكسر يعني جماح الفلول التنظيمي الإرهابي داعش، وخصوصا في المناطق المعقدة التي تحتاج إلى صاروخ موجه بالليزر أو غيرها من التقنيات التكنولوجية المتقدمة. نحتاج في هذا الموضوع أن نستخدم هذه الأسلحة، لكن هي تحت أمرة قيادة العمليات المشتركة، وهي تأتي طبعا في إطار التعاون الدفاعي ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. هو السؤال هنا سيدي، يعني هل سيظل يعني خاصة في الفترة السابقة، يعني فلنقل يعني من قبل الانسحاب إلى الماضي، خاصة شاركوا معلومات كانت عالية السرية بين الطرفين، هل سيستمر بهذا المستوى في القادم؟ أكيد هنالك تبادل في حركة فلول التنظيم الإرهابي داعش أو تنظيم القاعدة الإرهابي الذي ينمو الآن في منطقة جنوب آسيا، وكذلك بالمقابل في قد يكون مهدد إلى المنطقة في بيئة سوريا وغيرها من البيئات التي ما زالت مفتوحة للحرب على داعش وكذلك الإرهاب، وبالتالي تبادل المعلومات الاستخبارية وهو ما تقصده يعني حضرتك في المعلومات السرية سيستمر في مواجهة فلول التنظيم الإرهابي داعش وفي قضايا الإرهاب. أما في التعاون الدفاعي والتعاون الأمني فهو مستمر وهو منظم في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أقرها البرلمان قبل سنوات عديدة حقيقة، وما زالت الحكومة العراقية ملتزمة بها وملتزمة بعمل اللجان. وبالمناسبة السيد الكاظمي قد نجح الآن حقيقة بعد 18 سنة من أن ثقل العلاقات كان مرتكز على الجانب العسكري، الآن انتقلت العلاقات على الجانب السياسي والاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا وكذلك قضايا الطاقة والبيئة والتعليم، وكذلك بالمقابل تدريب وتبادل الخبرات ما بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية، وكذلك فيما يخص الاقتصاد خصوصا في الورقة البيضاء وكذلك اللجنة المخصصة لدعم الاقتصاد العراقي وتطوير قدراته وإمكانياته وتطوير القطاع الخاص العراقي. طيب ماذا بشأن مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية وتسليم زمام الأمور للقوات العراقية؟ ماذا أعددتم لهذه المرحلة؟ ماذا فيما يخص الجانب الجوي؟ هل اليوم القوات العراقية بكامل جاهزيتها لهذا المجال؟ طبعا نحن قد غادرنا لحظة انسحاب مؤثرة علينا وهي لحظة انسحاب في عام 2011، وغادرنا حتى لحظة أفغانستان التي كانت من السيناريوهات التي تطرح حول العراق. الآن العراق يمتلك قوة جوية كبيرة جدا، طائرات F-16 وطائرات كذلك من مناشئ وأسلحة أخرى، وكذلك بالمقابل الدفاع الجوي العراقي الذي ينمو ويتطور، وبالتالي القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش الشجاع حقيقة، يعني هذه طيران الجيش والقوة الجوية كانتا ملازمتان لكل فعاليات قواتنا المسلحة العراقية منذ بداية عملية التحرير في 10/6/2014 ولغاية هذه اللحظة، وتطورت القوات الجوية العراقية تطور كبير جدا، ولدينا برنامج طموح لتطوير كذلك بالمقابل قدراته وإمكاناته التكنولوجية في مجال الحرب الإلكترونية والحرب الشاملة، وهذا بالتالي يحتاج كذلك بالمقابل من البرلمان المقبل أن يخصص تمويل خاص للقطاع الأمن والدفاع في مجال التجهيز العسكري للمعدات وكذلك التكنولوجيا وكذلك تطوير القدرات المسلحة العراقية بما تواكب جيوش المنطقة وتواكب كذلك جيوش العالم، وهذا لن يعني نصل إليه طبعا إلا باستمرار علاقاتنا الدفاعية في إطار سياستنا الخارجية الناجحة التي قادتها الحكومة العراقية خلال 15 شهرا الماضية، وكذلك بالمقابل عمق العلاقات العراقية الأمريكية والعلاقاتنا الدولية سواء مع أوروبا أو دول الخليج أو إيران أو تركيا، وكذلك تسوية المشاكل في المنطقة هي سيكون رصيد كافي لاستقرار العراق خلال السنوات المقبلة إن شاء الله.